بيانات وحاجات تانية. بس انا عايز اجيب ايه حاجه كده كانت شدتني وانا بتابع الناشئين. ازاي في اوائل السبعينات 72 اتعمل ماتش تحت 18 سنه بين الاهلي والزمالك وكان في دوره 18 سنه تمام. وازاي اتفاجئنا بعنوان كبير الاهلي من الشقي يهزم الزمالك 7-1. معانا المانشيت هنا الاهلي يفوز على الزمالك هنا شكرا 7-1. الصوره جايبه مين؟ ربنا يحفظه الكابتن الخطيب في بدايته مع ناشئين نادي الاهلي في 18 بعد اول مشاركه من نادي النصر. وازاي الماتش ده خلص 7-1 لا 7-1 7-1 سبحان الله. يعني اول ماتش الاهلي يفوز على الزمالك 7-1 بسهوله ويؤكد استحقاقه لبطوله كره القدم تحت 18 سنه. 7-1 اول جول جابه الكابتن مصطفى يونس، كان اليوم ثاني جول كابتن الخطيب، جاني ثالث جول الكابتن الخطيب برضه وكابتن محمود عبد السميع في يعني هنا. طب ما نقول تشكيل الاهلي جميل. مثل الاهلي الكابتن حسن احمد حسن اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن. كابتن مصطفى زهران ومصطفى يونس حازم ومحمد عبد حازم ومحمد عبد السميع ومحمد حلمي محمود عبد الفتاح احرز هدف برضه وسمير مصطفى عمر وعادل يسري ومحمود الخطيب ونبيل البحطيطي. قول لنا انت الزمالك بقى. الزمالك ماشي يا كابتن. عاطف امام، محمد وحيد وعبد المقصود وعنتر سعيد وامير عبد الغني واحمد اسماعيل، حافظ هاشم، وحسين عبد المنعم، جمال الزواوي. جمال الزواوي كابتن جمال الزواوي اللي جاب الهدف الوحيد للزمالك. وعادل زاهر ومحمد عثمان ومجدي كريم. وحكم المباراه احمد بكر وعون محمد حسام الدين طبعا الكابتن معروف طبعا محمد ابو الحسن. ازاي المباراه ديت جميله جدا وكانت بدايه الكابتن الخطيب الجميله جدا وكان لافت النظر الكابتن الخطيب بمهاراته العاليه جدا. كان مميز جدا واهداف رائعه في الماتش. كان دي بدايه معرفه الجمهور بالكابتن محمود الخطيب. ايه اللعيب اللي ظهر مره واحده كده في الناشئين ويخلي اول هزيمه كبيره لنادي الزمالك في الناشئين 7-1. وكانت هذه ايه اكبر هزيمه للناشئين. بعد كده بقى هنخش بقى لا ده استنى ده المباراه دي ليها قصه. انا سالت الكابتن فتحي نصير عليها، كان هو المدير الفني. مظبوط. كان فتحي نصير قال لي انا كنت مدير الفني لفريق الشباب، ووقتها الكابتن صالح سليم مدير الكوره، طلبت من الكابتن صالح اللعيبه بتاعت الدرجه الاولى عشان تلعب معانا فريق الشباب. فالكابتن صالح ادانا اللعيبه، وجه الكابتن صالح قعد في المقصوره في ملعب مختار التتش عشان يتفرج بقى على المباراه. المباراه كانت في ملعب مختار التتش. فالكابتن فتحي بيقول لي اول 12 دقيقه الزواوي الكابتن زواوي جاب الجول فينا. خاصين 1-0. فبقول لي انا ببص في المدرج لقيت الكابتن صالح قاعد، فقلت النهارده اليوم مش هيبقى ولا بد ولا ايه. فبقول لي بعدها تعادلنا الكابتن مصطفى يونس، بعدها الكابتن خطيب جاب الثاني الثالث والرابع، الكابتن عادل يوسف، وفزنا بعدها محمود عبد السميع. وكان فايز جاب الاهلي 7. وكانت قصه جميله. وكان بعدين احنا ما دام جبنا بالذكر يعني الكابتن فتحي نصير ليه دور كبير وعظيم ومحترم في تاريخ النادي الاهلي كتدريب يعني قيمه وقامه طبعا. ولما بيحكي حاجه بيحكيها مظبوط. والمباراه دي من اجمل المباريات لانها معرفه الجمهور المصري بالكابتن محمود الخطيب. هقول لك بقى الاهداف قبل ما نروح للصوره الثانيه. اتفضل. سجل الزمالك في دقيقه 13 الكابتن زواوي. ايوه. الاهلي كابتن مصطفى يونس. ايوه. كابتن محمود الخطيب جاب الثاني والثالث والرابع. مظبوط. كابتن عادل يسري جاب الخامس، الكابتن محمود عبد الفتاح جاب السادس والسابع. جاب جولين. وكانت مفاجاه كبيره وكان الناس يعني كانت ساعتها اكبر هزيمه الاهلي يلحقها بنادي الزمالك. وكان ساعتها الناشئين برضو كان الجمهور بيروح كتير طبعا، وكان اهتمام القيادات في نادي الاهلي كمجلس اداره كان مشرفين على الكوره كابتن صالح سليم قيمه وقامه، كان الناس كلها بتقف تقدير واحتراما ليه، فكانوا هم كانوا مبهورين. وكلام حضرتك صح، لما بدخل الجون الاول الملعب كله شد واللعيبه حتى اللعيبه. فطبعا ده تاريخ جميل. نروح بقى للصوره الثانيه.